طب صحيا المفروض اولياء الامور لو عندهم طفل 6 شهور او 8 شهور او سنه، مده اللعب اللي المفروض يبقى موجود فيها ولي الامر بيتعامل بينتراكت او يعني بيتعامل بشكل مباشر مع ابنه، تبقى مدتها قد ايه كل يوم عشان يبقى نقول ان احنا عملنا حاجه صحيه، حاجه كويسه مفيده لطفلنا؟ بص اقول لحضرتك على حاجه. اولا الطفل هو مش مطلوب منه حاجه في السن ده غير ان هو يلعب. تمام. اهم بقى من ان هو يلعب لازم يتخصص له مكان ووقت وتركيز، ويبقى هو اللي بيقود الموضوع. تمام. يعني انا في البدايه بعرفه ان دي بتتحرك من هنا لهنا، واسيبه هو يحركها على اساس يبقى هو انت بتنمي فيه كده ان هو قادر على التعامل مع الحاجات التانية. حلو. بعد شوية لما بيخش في مرحلة سنة هو ابتدى يعرف ان في حاجات هو بيمسكها بايده، ولما بيحدفها ممكن تتكسر، ولما بيزقها ممكن تتحرك، ولما بيحاول يوصل لها. فانت انت كده بتحرك كل حواس الطفل نتيجه انك بتتعامل معاه وبتسيبه وبتسيب له حريه الاختيار. يعني مش هيحدفها تقول له لا ما ينفعش، لا هو اللي يعني هو اللي بتصرف بيها على اساس ان واحده واحده بيبتدي هو اللي يكتشفها، غير لما يبقى الطفل واخد شكل ان لا ما تعملش كذا، لا اعمل كذا. هتلاقي الطفل بقى متردد يعمل ولا ما يعملش. يبقى على ولي الامر ان هو يبقى ما يوجهش خالص، يحاول يسيب الطفل ان هو يكسبرس او طبعاً ان هو يعبر عن نفسه. يعني بس لو جزئيه ولي الامر هنا موجود مباشر مع الطفل، المفروض هو يبقى موجود لمده قد ايه؟ اللي هو احتكاك الاب مع الابن، اللي هو الانتراكشن دي المفروض تبقى موجوده بشكل يومي، عدد ساعات معينه في اليوم. يعني احنا عايزين نشجع اولياء الامور ان هم يلعبوا مع اولادهم، خاصه في الظروف اللي احنا فيها دي اصبح في تواجد اكتر ما بين الابن وباباه او مامته. يعني بص حضرتك، هو طبعا اول حاجه هي لازم يكون في وقت في اليوم مخصص للطفل، لان دي بتعمل عمليه اشباع نفسي بالنسبه للطفل. ممكن الاولياء امور كتير ما يعرفوش الموضوع ده، هو شايف الطفل ان هو اهو قاعد وخلاص، اهو بيلعب وخلاص. لا، التواصل المعنوي ما بين الطفل وما بين الاب والام واللي بيربط الموضوع ده اللعبه، ده بيخلق طفل يطلع للمجتمع اولا عنده تشبع، ثانيا عنده روح للتفاعل مع الشخص اللي قدامه. يعني لو تخيلنا ان في طفل بيلعب وفي طفل ما بيلعبش، تعالى نتابع كده مراحل النمو بتاعهم. هتلاقي الطفل اللي بيلعب هتلاقيه مرح، الطفل اللي ما بيلعبش هتلاقيه كئيب، هتلاقيه ما بيخرجش الطاقه اللي جواه. وده نتيجه ان الاب والام مش قادرين يوصلوا وبعدين خلي بالك ان ممكن بعد كده يخش في مشاكل نفسيه. ممكن الاب والام يقول لك اصل انا باكله وبلبسه وبعمل له كل حاجه ورغم ذلك مش مبسوط، لانه الاب والام ما وصلوش للحته دي. يعني حته اللعب بالنسبه للطفل هي بالنسبه له كل حاجه، رقم يعني واحد. يعني حضرتك كحد كبير انت يعني عندك تاسك يومي انك تروح الشغل، انك الطفل مش مطلوب منه اي حاجه غير ان هو يلعب وفي نفس الوقت ويلعب وبس ويتبسط. بس هو مطلوب منه ايه؟ يعني الطفل مطلوب منه غير ايه؟ المهم ان لازم الاب والام يكون عندهم الثقافه بتاعه التواصل مع اولادهم بحاجات بسيطه. يعني انا ممكن وبعدين اسيبه بقى هو اللي يقود الموضوع، مش انا اللي اقعد اديله اوردرز.